we are Modest Art. We are three sisters. One sister is unfortunately not with us. She's in Holland. We are from Holland. My name is Karima. I'm Laila. Laila, and our other sister is Selwa. We design Moroccan dresses. We focus us on the taqlidi. Taqlidi means a lot for us because it's our culture, and we love to bring that back in Holland. That's why we have a love for taqlidi and the traditions of Morocco. We love to present that in our dresses again. So we have different fabric. Fabric, we work a lot with old fabrics like Tlija, Hajomar, and brocade, and crepe de soie, satin de soie. So we like to use the fabrics in our collection. Every season of the year we use different fabrics. So in the winter you have velvet, in the summer you have like Tlija or Johara. And we use different stones and like Swarovski to make the detail come more out in the dresses. كايسان فيلي المهم مدير مهرجان فن القفطان الدوره الرابعه ديالو والثانيه على التوالي في مدينه اكادير. الجديد في هذه الدوره سيكون ان لو بلاطو ارتستيك اللي حاضر معنا باسكو دو غاسومبلي هاد لي نون تبارك الله اللي كبار سواء في الساحه سواء سواء على شان ناسيونال انترناسيونال راه سي با ايفيدون باش تكون حاضر معك لطيف رأفت اللي ما تتكونش دائما في لي زيفينمون بحال هكا يكون معك الدوزي دنيا باطمه وتحقوا بنا فنانين واحد اخرين بحال سعيد شرف بحال منعم سليماني دونك هذا شرف لنا كبير. دونك حنايا دائما تنحاولوا ان لو تيم ديالنا سي لو تيم ديال هاد ليفين ديال هاد ليديسيون سي كو دو راسومبلي لا مودرنيتي لوثنتيسيتي سي بور سولا الانتقاء ديال لي ستيليست ديالنا حاولنا نجمعوا دي ستيليست سور لي شون ناسيونال انترناسيونال بارتو دون لو موند معنا من المانيا من هولندا من بلجيكا من فرنسا من جميع بقاع العالم ونتمنى ان شاء الله باذن الله ندوزوا سهره ممتعه ونكونوا على حسن الظن ديالكم. ليفينمون اللي ميزو بعدا هاد السنه هي لو بلاطو ارتستيك. لو بلاطو ارتستيك زوين بزاف ولا صال هاد العام لا صال كبر البوديوم كبر زعما فريمون كبير درنا ان تروك لي فريمون زعما كلشي هاد العام كلشي تبدل. السلام عليكم، انا جيت سعيد اليوم بتواجدي في هذه الدوره ديال لارج دو كارتون وكذلك انني التقيت بالجمهور ديال اكادير. هذا شرف ليا والحمد لله. الحفله كانت في اجواء زوينه بزاف، الجمهور كان زوين ونتمنى ان شاء الله الخير لباقي الفنانين اللي معنا. اليوم تواجده في لارج دو كارتون يعني من نهار اللي بدا وانا كل سنه معاهم والحمد لله، يعني اكيد مشاركه فيها اضافه كبيره ليا. انا جيت سعيده بالمشاركه ديالي هنايا في لاغ دو كافتون ونتمنى نكون عند حسن ظنكم. الو حاولت ندير دي تيم، لي تيم اللي كنمزج فيهم ما بين الاصاله والمعاصره، ولا توش ديالي دابا هي الرسم بيان سور كوم دابيتود من نهار بديت هي رسم على الثوب. ناجي شرف ديريكتور ارتستيك ديال ليفينمون من نهار بدا من الدوره الاولى، حاولنا نكبروا شويه ونطوروا منه ونصحوا كاع الاخطاء اللي تتكون كل عام ونحاولوا ما امكن نكونوا قد الثقه والامانه اللي تيوضعوها فينا لي ستيليست حيت هذا هو اهم حاجه، وكذلك الفنانين نديروا في احسن صوره. وهذا العام اكبر تحدي كان عندنا هو استقبال الفنانه لطيفه رأفت ورجعوها للساحه واكثريه في هذا النوع ديال ليفينمون حيت هي ما تديرش هذا النوع هذا. فوالا دونك حاولنا ما امكن، المهم هو اننا نديروا موسيقى مع لا توني، نحاولوا ما امكن ان لي ديزاينر يكون عندهم اون توش في الخدمه ديالهم، يعني ماشي غير قفطان وصافي.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.